عبر زوم من القاهرة دكتور إسلام، مساء الخير. يعني هذه التصريحات يعني بنتها على أي أساس؟ وسهلا، مساء الخير استاذ عمرو وكل المشاهدين. احنا وشغلي كفارماكو ابيديميولوجيست، احنا بنشتغل على المنحنيات الوبائيه. احنا حاليا عندنا طريقتين لرسم منحنى بياني او وبائي لدوله. هي اول حاجه هو المعطيات نفسها اللي جايه من الدوله نفسها، يعني عدد الاصابات والوفيات. وبما ان احنا عندنا يعني الى حد ما الرقم لا يدل على الرقم الحقيقي اللي موجود قد ايه، فاحنا بنسبه تقريبا في حدود من 5 ل 7% من الاصابات اللي موجوده. ده بناء على حسبه يعني في الاحصاء، ان لو عندنا 100 شخص عنده كوفيد 19 منهم 80 يصابوا باعراض خفيفه او طفيفه، دول مش بيظهروا في التقرير، في 20 بيبقى عندهم اعراض تنفسيه، 15 متوسطه، غالبا دول بياخدوا حجر من في المنزل، وخمسة أعراض تنفسية حتى غالبا دول يبانوا في التقرير اليومي. الوفيات بيجوا برضو من الناس اللي اتعمل لهم إصابة. ده أول جزء. تاني جزء هو حاجة بنسميها الأنالوج كيرف أو المنحنى الشبيه، يعني احنا بنشوف البلاد الأخرى ابتدت توصل لأنهي مرحلة من تشبع الإصابات. والعالم متقسم لأربعة زونز، زون لآسيا، ده الزون الأولى في الترتيب الزمني للوباء، سواء الموجة الأولى أو الثانية حاليا، بعد كده الزون الثانية في أوروبا، بعد كده الثالثة أمريكا الشمالية والجنوبية، والرابعة هو الشرق الأوسط وأفريقيا. من المعطيات اللي موجودة ممكن نشوف البلاد اللي شبهنا بالبوبيليشن، الأعداد اللي شبهنا، يبتدي منحنى يعمل إزاي. طبعا أي وباء، سواء كنا بنتكلم على كوفيد، إيبولا، سارس، بيمر بمراحل مختلفة في المنحنى الوبائي، إن هو بيبتدي يعلى تمام لغاية ما يوصل لمرحلة بنسميها الساتوريشن أو التشبع، قمة الهرم، بعد كده يبتدي في الانخفاض ثانية. ده اللي حصل في الموجة الأولى، وده اللي احنا رايحين له في الموجة الثانية. من الرسم الإحصائي للمنحنى، احنا في شهر يناير هنوصل لقمة الهرم في التشبع بالإصابات، غالبا بانتهاء شهر يناير. بعد كده فبراير هيشهد النزول من الذروة لغاية ما ينتهي المنحنى الوبائي في شهر أبريل أو أول مايو. ده سريعا يعني، معلش هو الكلام تقني شويه في الاحصاء، بيعتمد برضو على حاجه بنسميها معامل الانتشار او الار نوت، شكله عامل ازاي سواء في الاصابات الموجوده او برضو في البلاد المقارنه اللي هو الانالوج اللي احنا بنقارن بيها. ده سريعا يعني ازاي بنعرف نرسم المنحنى. جميل جدا. طيب يعني واحنا بنتكلم برضو على يعني زي ما حضرتك قلت على دول شبيهة، زي مين مثلا؟ احنا بنتكلم دايما في الدول اللي هي شبهنا في الميديترينيان او البحر المتوسط، زي ايطاليا، اسبانيا، فرنسا، ودي الدول اللي هي سبقتنا زمنيا في بدايه الموجه الثانيه. هم بدات الموجه الثانيه عندهم في شهر اكتوبر، وابتدى التشبع حاليا يحصل من اول شهر ديسمبر. والبلاد اللي موجوده في امريكا الجنوبيه بانهم برضو بيعتبروا بلاد انالوج في التعريف الاحصائي ليهم لمصر. دول البلاد اللي احنا بنقارن بيهم، باختلاف طبعا ان في عوامل بتبقى مش في ايد الاحصاء، زي مثلا هل في اجراءات احترازيه في البلد ولا لا، هل معامل الانتشار ده راجع ان في ممكن سلاله متغيره زي ما حصل في انجلترا، ام السلاله هي زي الموجه الاولى. احنا يهمنا اكتر من فكره الذروه ان احنا بنبتدي نقيس حاجه اهم بكتير من فكره الاصابات، وهي عدد الاصابات الحاده، يعني عدد الاصابات اللي بتستلزم مستشفيات، لان هو ده الضغط اللي بيبقى موجود على اي دوله في السياسه الصحيه. هو انا عندي كام، وبالتالي هذه الدوله بتلجأ لاجراءات زي مثلا الاغلاق الجزئي او الاغلاق الكامل، مش كده؟ ده بالظبط كده. يعني هو القرار حتى الاغلاق بيعتمد دايما على حاجتين: الحالات اللي محتاجه تدخل في المستشفى، وحالات الوفيات. اول ما المنحنيين دول بيزيدوا بيبتدي يبقى في اجراءات اكثر صرامه في فكره الاغلاق. طب ليه احنا بنقول مهم جدا موضوع الضغط على المستشفيات؟ لان انا لو عندي اصابات طفيفه مثلا لا تستدعي مستشفى، ده هيبقى زيه زي اي وباء خفيف، زي مثلا او مرض خفيف زي الانفلونزا. احنا بيجي الملايين البشر، وفي نفس الوقت قليل جدا اللي بيستدعي ان هو يخش مستشفى بسبب ازمه تنفسيه او اعراض تنفسيه حاده. ده الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه دايما بنقولها، ان لو عند شخص اعراض تنفسيه لازم قبل ما يتوجه لمستشفى ان هو يبتدي
يعرف او يتابع مع الدكتور هل حالته مستدعيه ولا لا، عشان ما نوصلش لقدره استيعابيه 100%. هو اهم معامل في المنحنيات مش المنحنى نفسه، هي فكره ازاي اعرف استعد جميل. للاصابات دي، اعمل ايه من طيب سياسه صحيه التحاليل اللي انا اللي حضرتك محتاجها. يعني بتشير إليها دلوقتي والبيانات والإحصاءات، هل تستدعي من الحكومة أنها تفكر في مسألة الإغلاق؟ وأنا بتكلم عن الإغلاق زي اللي حصل في الموجة الأولى، الإغلاق الجزئي يعني. تمام، هي بتعتمد زي ما كنا بنتكلم بالظبط، دي نقطة كويسة جدا يا دكتور عمرو. يعني فكرة أنا دلوقتي وصلت لقدرة استيعابية قد إيه؟ يعني هي بتتحسب من أول عدد السراير الموجودة في المستشفيات، وحاليا في قدرة استيعابية قد إيه؟ عدد مستشفيات الرعاية المركزة، عدد أطقم الطبية من تمريض وأطباء وصيادلة، وآخر حاجة المستلزمات سواء أدوية أو أسطوانات الأكسجين أو الأكسجين. مثلا المستلزمات الحماية والوقاية زي البي بي آيز وهكذا. فدول المعايير المفروض كل أسبوع الدول كلها، يعني مصر أو أي دولة في العالم، بتراجعها أسبوع بأسبوع وتشوف. أول ما يبتدي يوصل لقدرة استيعابية معينة بيبتدي إن هو يزود الإجراءات. فإحنا تمام. اللي بنقوله إحنا مش عايزين نوصل لمنحنى اللي فيه هنضطر إن إحنا ناخد إجراءات غلق، لأن احنا لو ان شاء الله عرفنا نسيطر في شهر يناير ودخلنا فبراير وزور ونفسها اتكسرت، غالبا هنبقى مش محتاجين ناخد اجراءات اكثر صرامه، نعم وساعتها يعني لا انقذنا الى حد ما التدهور الاقتصادي العالمي اللي موجود في العالم كله. نعم او الحاجه الثانيه ان نعمل زي انجلترا اللي هي اضطرت تفتح مستشفيات ميدانيه حاليا. انجلترا بقى لها اسبوع ابتدت توجه مستشفيات معينه صحيح اكثر للعزل، تفتح صحيح. مستشفيات ميدانيه. أنا فده الاجراءات اللي بتتعمل اسبوع باسبوع بعد مقارنه الزحمه. او حاجه تانية، زحام شديد مثلا، يعني لو شفنا زحام شديد حصل في بنسميه يعني سوبر سبريدر، يعني حاجه مثلا حفله فرح اجتماع مع ناس كتير، بيبتدي يشوفوا بعديها بالظبط باسبوع، لان الاسبوع ده متوسط ظهور الاعراض. هي يعني طبعا قد تمتد ل 14 يوم، لكن الاسبوع ده المتوسط. بعد اسبوع لو المنحنى ابتدى يزيد في الاصابات بيبتدي على طول يتاخد اجراءات اشد صرامه، لان معناها ان بعديها ب 20 يوم عدد الوفيات برضو هيبتدي يزيد. دي المعايير اللي بيها بيتاخد اي اجراء احترازي اشد او اخف بناء على المنحنى الوبائي. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات للدكتور إسلام معنان، أستاذ اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. شكرا جزيلا.